مرحبا شباب، مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. ثواني بس لما الشباب تتجمع. ثواني. كل سنة وانتم طيبين كلكم، سنة سعيدة يا رب. إن شاء الله السنة الجاية كلنا هنحقق اللي احنا عايزينه ونبقى أبطال كمان بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أنا أحب أقول لكم في الأول كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة العام الجديد. إن شاء الله هنقدر إيه نحقق كل اللي إحنا عايزينه. في الأول بس أحب أهني إخواتنا المسيحيين وأصدقائنا المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد، وإن شاء الله ربنا يديهم كل الخير وتبقى أعياد مجيدة عليهم. أنا عندي كم موضوع عايز أتكلم فيه النهاردة، وبعد كده هاخد اسئلتكم، وخصوصا بمناسبة مباراة بكرة، خصوصا بعد ما القايمة نزلت. فهاخد موضوع وبعد كده نتكلم فيه، هاخد اسئلتكم ونتكلم في الموضوع اللي بعديه. اول موضوع عاوز اتكلم فيه هو موضوع شخصي شوية، بسبب ان كان في ناس كتير جدا، في ناس عندها رأيها مش عاجبها شكلي، ومش عاجبها لوني، ومش عاجبها ان انا من مشجعي نادي بيراميدز، وبيقعدوا يتريقوا عليا ويتريقوا على شكلي. الصراحة يا جماعة انا كنت في اول موسم، لما انا اول ما ابتديت اشجع نادي بيراميدز، كنت واخد الموضوع على صدري قوي، وكنت بقعد اشتم واقعد ارد، كنت واخد الموضوع حرب نفسية عليا، وكأنه ازاي ومش ازاي، وكل واحد بيجي يطلع يهبد ويقعد يقول لي اصل انت تاخد فلوس واصل انت قابض والكلام الاهبل ده، وانا كنت برد. بس تاني سنة الموضوع قل شوية، تالت سنة ابتديت اطنش خالص. وبما اننا داخلين على سنة جديدة، فانا قررت قرار وعاوزكم اشارككم فيه. انا الصراحة مش هرد بعد كده على اي حد خالص، اي شخص عايز يتكلم بغض النظر عن انتمائه واهلاوي ولا زملكاوي، انا مش هرد، لان ببساطة انا اتعلمت ان دي حسنات هما بيدوهاني. كل واحد بيشتمني فبيديني حسنة، وانا حرام ان انا اضيع الحسنة دي. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلاني يديني الحسنات من نادي انا بحبه ومن حاجة انا بحبها. هل يرضيكم ان انا اضيع الحسنات دي؟ اكيد لا. وبعدين يا جماعة، لو انت اصلا بتتكلم او بتناقش واحد عاقل، فحتى المناقشة ما تبقاش بالشتيمة، فما بالك اذا كان اللي بيشتمك ده حاجة غير عاقلة، يعني مجرد حيوان او كرسي او جماد، فالناس هتتالي عليك ان انت بترد عليه. فمش ممكن انا اضيع الحسنة اللي ربنا بعتها لي عشان هما بيتريقوا على شكلي او على ان انا لوني او على اي حاجة، ولا هما يعرفوني ولا يعرفوا اسمي ولا يعرفوا شخصيتي ولا يعرفوا اعاقتي ولا يعرفوا اي حاجة عني، بس بيبعتوا لي حسنات. الحمد لله رب العالمين ان الحسنات بتجيلي من طريق نادي بيراميدز. دي حاجة انا فخور بيها بجد، وانا بجد اوعدكم ان السنة الجاية انا مش هرد على حد. كل واحد حر في رأيه، هم شايفين ان انا بقبض وبعمل وبسوي، هم احرار، هم ما يعرفوش اي حاجة، ومدام هم بيبعتوا لي حسنات فانا بحمد ربنا على الحسنة دي والحمد لله رب العالمين. وبالمناسبة انا اختصمت كل الناس اللي كانت بتشتمني عند ربنا، ربنا هو اللي هيرجع لي حقي. واول واحد اختصمته محمود الخطيب، وكل اللي وراه ولا بيشتمش ولا الكلام ده، انا ماليش دعوه. انا اختصمت كل حد بينتمي لاي حد تاني وفالح ان هو يقعد يشتمني 24 ساعه، وربنا هو اللي هيخلص لي ايه حقي. وانا بوعدكم فعلا ان انا لا هشتم ولا هرد ولا اي ليها لازمه، لان الحسنه والحمد لله رب العالمين ان الحسنه بتجي لي من نادي بيراميدز. ده اول موضوع انا كنت عاوز اتكلم فيه. هشوف بس لو في اي اسئله. شريف يوسف بيقول منور منور يا حبيبي، واحمد طلبه
وشريف وبيقول لي تمام، وبيراميدزاوي بيقول لي منور يا نيزو تمام. ده بالنسبة لأول موضوع. تاني موضوع عاوز اتكلم فيه هو لقاء اروى بارينا اللي عمله مع احمد شوبير. الصراحه عاوز اروى بارينا يطلع مع احمد شوبير عشان اكون صادق معاكم، ما كنتش عاوز اللقاء ده وخصوصا مع احمد شوبير. بما ان اللقاء حصل وانتهت القصه، فانا احب الخص لكم الحوار. اللقاء ده كان ليه واتقال فيه ايه؟ اللقاء ده كله ان انت ازاي تضرب في لعيبه النادي الاهلي من مدرب بيراميدز. ده باختصار كل القصه بتاعت اللقاء، انك انت ازاي تضرب اللعيبه اللي جت من النادي الاهلي بيراميدز بمدرب بيراميدز. اللقاء كله اتحور عن اول سؤال، السؤال العبيط اللي بيتسال لاي واحد ماشي في الشارع بيجي في اي قناه رياضيه، هو الاهلي والزمالك كلمك ولا لا؟ وده السؤال ده اتسال لي اروى بارينا، هو الاهلي والزمالك كلموك قبل بيراميدز ولا لا؟ والراجل قال ان فيها كان في كلام بس الكلام مش جدي. وبعد كده النادي الوحيد اللي جدي وكلمني وشاورني واخدني معاه في المشروع بتاعه هو نادي بيراميدز، وانا كملت في هذا اللقاء وهذا المشروع. السؤال الثاني اللي ساله له الاربعه اللي جم من نادي الاهلي لنادي بيراميدز، هو دول الاربع لعيبه اللي ساله عنهم في نادي بيراميدز، رغم ان نادي بيراميدز فيه 34 لاعب. سالوا اولا عن شريف اكرامي، انت ليه بتوقف شريف اكرامي ما بتوقفش مهدي سليمان؟ مع ان ده سؤال طبيعي، يعني انا جايب راجل ملتزم وعنده شخصيه وعنده سلوك جوه النادي وجوه الملعب وفي اوضه اللبس، واكيد ان شريف اكرامي هيلعب. ده مش معناه ان مهدي سليمان وحش ولا ان احمد الشناوي وحش، ولكن انا اخترت ان انا العب شريف اكرامي والراجل اثبت نجاحه. لو كان فشل في اول مباراه او ثاني مباراه خلاص ما كانش هيلعب. ده بالنسبه لاول سؤال. تاني سؤال رمضان صبحي، هل رمضان صبحي عيط زعل قالك انا عايز امشي بسلوكه ايه؟ الراجل قال له رمضان صبحي احسن واحد موجود في النادي واكتر لاعب ملتزم في النادي واكتر لاعب مجتهد في النادي، وهو فاهم من الضغوطات اللي جايه عليه عشان هو خرج من النادي الاهلي وراح لنادي بيراميدز، ولكن هو مجتهد وبيعمل حاجات كتيره عشان يقدر يطور نفسه. تالت سؤال ساله له احمد فتحي، هو انت ليه لما احمد فتحي جه ما لعبوش تشو المباراه؟ رغم ان احمد فتحي نزل اكتر من 30 40 دقيقه في المباراه اللي بعدها، بس قال سال السؤال ان انت ما لعبتوش ليه من الاول؟ الاجابه بكل بساطه ان احمد فتحي كان عنده كورونا، واللي بيرجع من الكورونا ما بيرجعش لياخده مره واحده، فانا سبته ياخد الموضوع واحده واحده. والدليل ان مباراه الاتحاد الليبي لعب وبعد كده مباراه بتاعه سيراميكا لعب، واحتمال يلعب بكره، ده طبيعي. اخر سؤال ساله له عبد الله السعيد، هو انت بتاخد راي عبد الله السعيد؟ هو مين فيكوا اصلا المدير الفني؟ هو مين بيحط التشكيل؟ سؤال من الاسئله اللي هي ايه من تحت الترابيزه، اللي هو عايز يضرب ما بين ان عبد الله سعيد اهم من اروى بارينا في النادي، وده شيء صعب جدا الصراحه ان احنا نقوله في اللي احنا فيه ده دلوقتي، لان ده كلام يعني ما بيتحطش في اي حاجه وما بيتقالش في العصر الحديث ان احنا بنعمله ده. المدرب مدرب، مش ممكن اروى بارينا بكل تاريخه ده كله هيضيعه عشان يسال واحد. انا معاك ان انت ممكن تسال لاعب واثنين وثلاثه عشان تحفظ اللعيبه وتعرف سلوكهم وتعرف مين كويس وتعرف مين وحش وتعرف مين اللي ممكن يلعب مين اللي ما يلعبش، لكن ده مش معناه ان انت هتاخد عبد الله السعيد مدرب. تمام، دي نقطه تانيه. بعد كده طبعا راح نقطه على السؤال اللي هو اللئيم الاخر، اللي هو موضوع هو انت صحيح قلت ان انت عايز مصطفى محمد وفرجاني الساسي؟ طبعا الراجل قال له لا انا ما اتسالش حد ولا قلت للنادي انا عاوز مين ولا مش عاوز مين. ده شيء طبيعي ان انا مش عايز، انا لسه ما قلتش. هم لعيبه حلوين وكل حاجه وكبار وعظام وكل الكلام اللي احنا بنقعد نقوله ده، بس انا ما قلتش حد. ده سؤال. الباقي كله بقى الاسئله العبيطه اللي ملهاش لازمه، اللي انتوا عارفينها، ان انت رحت لعبت مع مين في الارجنتين، ان انت رحت لعبت مع مين مش عارف فين، ان انت رحت عند مين دربت، وايه رايك في الاهلي والزمالك في نهائي افريقيا؟ انا مالي، انا مش فاهم انت ازاي تجيب مدرب بيراميدز تسال على الاهلي والزمالك؟ هو انت اتجننت؟ هو في واحد بيسال مدرب تاني ايه رايك في الفريق التاني؟ ما طبعا هيقول لك حلو حلو مش عارف ايه، بس انا عايز اكسبك. هو مين انت بتجيب مدرب؟ وبعدين انا عايز افهم، انت بتجيب واحد مثلا مدرب الاسماعيلي، ايه رايك في الاهلي والزمالك؟ يا ابني انا مالي؟ انت جبت تتكلمنا على الاسماعيلي ان يبقى اللقاء كله عن الاسماعيلي، انت ليه تحشر الاهلي والزمالك في اللقاءات؟ احنا هي مقرر علينا يا جماعه؟ مقرر علينا؟ مش ممكن.
فده شيء يعني انا مش متخيله. وبعد يهري بقى ان انت لعبت في الارجنتين ورحت في الامارات وليه ما قعدتش وليه جيت وكلت اكل مصري وما كلتش اكل مصري، وخلص اللقاء في كلام انا ما فهمتش منه حاجه. انا الحاجه الوحيده اللي انا استفدتها من اللقاء ده ان اروى برينا عنده فكر كبير قوي وهيعمله في النادي. واضح ان اروى برينا حاطط عينه على كام اجنبي من الامارات، زي ما انا قلت اكتر من مره والناس ما كانتش مصدقاني ان احنا هنجيب محترفين لاتينيين من الامارات. ده طبيعي لان اللعب اللي هو بيلعب بتاع 4 1 4 1 محتاج فتره طويله، وعايز محتاج لعيبه من كواليتي مش موجود في مصر. اه اللعيبه اللي عندنا لعيبه جامده وقويه وكل حاجه، لكن احنا عاوزين لعيبه لمستوى تاني والفكر تاني والموضوع تاني. هو هيعمله اللي حطه في الملعب ده كله ولا 20 25% من اللي هو بيعمله اروى بارينا واللي انا شفته منه لما كان في الامارات. فده انا اكيد عندي ثقه في اروى بارينا، واكيد عندي ثقه وعارف ان اروى بارينا هيعمل حاجات كتيره جدا جدا جدا. وانا عندي بس رساله لاروى بارينا: اولا سينيوري الفاسكو كومستاي سويني دار le grande ferramenta de Baramitz. Confiamos en tanto y santo lograremos combinatas contigo. Ponerete, gracias, señores. ده الموضوع التاني اللي انا عايز اتكلم فيه عن اروى بارينا. هنشوف بقى اسئلة ايه الاصدقاء. بيراميدز بيقول لي منور. الفرعون بيقول لي احلى نظر في الدنيا، مساء الخير يا حبيبي. بيراميدز بيقول احنا ملناش دعوة بحد، احنا اكبر من كل ده. ده حقيقي برضو. سيبك يا منظار، دي ناس مأجورة كلنا عارفينهم، مش مشكلة انا مش هيفرق معايا خلاص، زي ما انا قلت لكم كل واحد حر. عم متولي حبيبنا وكبيرنا كل سنة طيب عم متولي بيقول لي فاروح هيمشي ولا ايه حكايته؟ ما اقدرش اقول لك ان فاروح يمشي ومش هيمشي، يعني اصل قرار زي ده صعب. اه خليني اكون برضو صادق معاكم، انا كنت فاكر حاجه، وبعد الكلام اللي انا سمعته من سيد عمرو بسيوني اللي بيقول كل سنه طيب، هو والسيد ممدوح عيد وهاني سعيد وكل الجهاز الفني، لكن لما هو قال ان النادي الاهلي هو اللي عرض ان احنا نعمل صفقه وناخد محمد فاروق، وان احنا وافقنا ان احنا نعمل صفقه تبادليه وناخد احمد الشيخ، ده معناه ان احنا عندنا النيه والقابليه ان محمد فاروق يمشي. كون بقى محمد فاروق بعد كده عماها وراح كلم في التلفزيون وقال ان انا عايز امشي وانتوا زعلتوا مني ليه وما زعلتوش مني ليه، ده موضوع تاني ليه فكر تاني، لكن الاساس ان ممكن كان احنا عندنا النيه ان محمد فاروق يمشي. هل ان هو طلع من القايمه بقى له كام مباراه وهنتكلم عن القايمه بعد كده ان ده معناه ان هو ماشي؟ اه ولا، عشان ما اجزمش بحاجه انا مش هقول حاجه، انا هقول لك اه ولا لا، ممكن يمشي ممكن ما يمشيش. اللي هيحدد ده متطلبات اروى بارينا في المستقبل. هل هو اروى بارينا مقتنع ان محمد فاروق هيعرف يلعب الجناح اللي هو عايزه اهلا او ولا لا؟ هل محمد فاروق ممكن يلعب جنب عبد الله سعيد في الاربعه اللي تحت المرمى، ينفع ولا ما ينفعش؟ لو محمد فاروق ما عملش المركزين دول يبقى هيمشي، هو مش هيقعد واحد وخلاص، ودي باينه ان هو مجرب ناس كتيره لكن مش مجرب محمد فاروق الا مباراه وسلامك. فهل هيمشي ولا مش هيمشي؟ ما اقدرش اقول لكم. بيراميدزاوي بيقول لي منور يا حبيبي، منور يا حبيبي. الفرعون بيقول لي الناس دي معروف ايه غرضها؟ بغض النظر عن غرضها، احنا ما ينفعش ننزل للمستوى ده. يا جماعه الناس دي بتبعت لنا حسنات من عند ربنا، يعني ربنا بعت لك هديه تقول له لا؟ خلاص خليهم يشتموا، اعمل لهم ايه يعني؟ سعيد محمد بيقول ابراهيم حسن ولمان عبده فين؟ ابراهيم حسن 17 يناير هيلعب. تقييد ابراهيم حسن اخر يوم في الايقاف 17 يناير، هيتأيد محلي وهيتأيد ايه افريقي، ويلعب معانا 18 يناير مع جدول الدوري ده لو تم، لان انا شامع كده في ريحه شاممها ان في دوري ممكن يقف. انا بقول لكم من بدري اهو عشان لو حصل ما تقولوش ايه ان انا ما خبيتش عليكم، شامم ريحه الدوري هيقف. اه هيحافر شويه يقول لك اوعى إيه وصدري وكاس العالم كره اليد ومش عارف ايه، بعد كده هيلغيه عشان كاس العالم كره اليد وعشان الامراض اللي زادت وعشان الاعداد اللي زادت وعشان هو بيهددنا دلوقتي ان احنا هنقفل الانديه عشان انتم ما بتسمعوش الكلام ولا الاجراءات. هو مين بيعمل الاجراءات؟ هنهرج فانت هتتزنق وتقفلها. طيب
ما متولي بيقول لي توقعاتك للتشكيل هقول حاضر، بس في الموضوع اللي جاي عشان هنتكلم عن القايمة، وبعد كده هنتكلم عن حاجات في حصلت في الكرة المصرية. يوسف أبو النجا بيقول لي هو صحيح رمضان صبحي عنده حالة نفسية وجابوا له دكتور نفسي؟ حاضر، هقول لك القصة دي وهقول لك أنا ليه قلت وليه فرحت إن هم عملوا كده. حاضر، قول لي الحتة الإنجليش. لا ده مش إنجليش يا متولي، ده أسباني. اسباني واقولها لك تاني. حاضر، انا مش حدوته يعني، تاني اقولها لك اهو. اولا سينيورا الفاسكو كومستاي سوينيزار الجراندي فان دو بيراميدز كومبيانو سنتانتو استندو لجراريموس كومبيانوتس كونتيجو بوني اريفي جراسياس. والترجمه يعني اهلا سينيور فارينا، انا نزار ابراهيم من كبير مشجعي بيراميدز، نحن على ثقه اننا سنحقق معك البطولات بالتوفيق، شكرا لك. عمار حبيبنا من العراق، كل سنه طيب يا عمار، بيقول لي فعلا نحتاج لاعب مهاري طبعا. يعني انا اسف، 4 1 4 1 دي خلاص رسيت، واضح من كلام اروى بارينا ان هو عنده دماغ، غلط فيه مره اتنين تلاته، الراجل مش هيغير عشان غلط، هو بس اتعلم ان يقفل، ودي حاجه الحمد لله ان احنا اتعلمناها. احنا عارفين احنا كنا في الهوا وفي الحرنكات ايام السنه اللي فاتت، وكان بيخش فين جون ويتهبد اتنين ونقول ده ولا يفتح ومش عارف ايه، حتى كل الناس في القنوات بتقول لك ايه ده، هو مال بيراميدز بقى يلعب مدافع؟ ما انت حلو، ما انا لازم اكسب، ده فرحتي ان انا العب، انا مش جاي العب كوره حلوه واخد مركز رابع، انا زهقت، احنا عايزين دوري. ابراهيم بيقول لي نيزو منور الدنيا، حبيبي يا ابراهيم. يوسف بيقول لي بس التشكيل اللي معمول ده صعب جدا على مصر المقاصة. ايه دخل مصر المقاصة في الموضوع؟ الماتش اللي جاي مع الانتاج الحربي. تمام؟ اخر حاجه بس وبعد كده هتكلم ونرجع نتكلم تاني. جون انتوي بيقول لي لازم يمشي لان مش مستوى طموح وادي الظاهره خواجه مش عايزه. لا جون انتوي عادي، معلش يا عمر، الراجل ده مش هيمشي جون انتوي الا لما نجيب مهاجم اقوى من جون انتوي، ومش معنى ان هو ما بيلعبش محمود وادي ان هو مش عايزه خالص، لا لا لا، هو هيلعب محمود وادي وهيجرب دودو، ودودو ليه دور احنا شايفين، احنا بس مش شايفين عشان ما بيلعبش، بس دودو دوره بره الملعب اكتر الف مره من جوه الملعب، والدليل ان دودو الوحيد اللي بيعمل لقاءات مع الناس، صح ولا لا؟ الراجل المدرب قالك انا بسال دودو كل مره على اي لاعب، هو بيقول لي صح ولا لا؟ يعني معنى كده ان دودو الجباس ده ليه دور في الملعب. شريف اكرامي دوره جوه اوضه اللبس مع احمد فتحي ومع عبد الله السعيد ابتدوا يعملوا الدور اللي احنا جايبينه اصلا عشانهم، انا مش جايبهم عشان يلعب في الملعب، احنا عندنا لعيبه قويه في الملعب، بس ما كانش عندنا دريسنج روم، اوضه اللبس كانت متفرطه، كان عبد الله السعيد لوحده الناس هي بتسمع كلامه، بس انت عايز واحد عنده الحماسه والشجاعه وان يبقى ليه دور عشان انت تقدر تعمل اوضه الدريسنج روم اللي كانت موجوده في الفرق الكبيره، عشان لما انت تعمل عقوبه على حد يبقى هو عارف ان هو غلطان في ايه. تمام، دي نقطه. الموضوع الثالث اللي انا عايز اتكلم فيه في موضوع تشكيله بكره، التشكيله بتاعت مباراه بكره هي التشكيله اللي موجوده في كل حته اللي احنا لعبنا بيها من مباراه الزمالك الاتحادي الليبي وبعد كده سيراميكا واتكررت للمره الرابعه، وبما انها متكرره المره الرابعه فاعتقد ان التشكيل هيبقى سهل جدا. شريف اكرامي، علي جبر واحمد سامي، احمد فتحي في اليمين، في الشمال حنا، انا طارق طه ولا محمد حمدي؟ انا بقول عن نفسي لسه طارق طه، ممكن يلعب محمد حمدي ممكن، بس انا بقول لك اهو يعني 80 20، 80% طارق طه 20% محمد حمدي. دونجا قدامهم لوحده عشان ما نقعدش نلت وناجي في القصه دي تاني يا شباب، خلاص احنا عرفناها. قدامه عمر جابر، عبد الله السعيد، واحمد الشيخ، ورمضان صبحي، وقدام جون انتوي برضو. القصه دي هتتغير امتى؟ هتتغير لما هو يقتنع ان دول مش هيأدوا اللي هو عايزه، هو مش من السرعه دي ان هو يقلب 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 على طول، لا هياخد وقت كده ويرسى ويشوف مره واثنين وثلاثه هتعمل ايه. تمام؟ محمد فاروق مش موجود في الملعب، انا لسه زي ما قلت لكم مش عارف اللي مش موجود ليه. عبد الله مالا شكرا، كل سنه وانت طيب. كانون كل سنه وانت طيب. العيوني كل سنه وانت طيب. اربعه دول يعني الثلاثه دول الاجانب خلاص شكرا، وواضح قوي ان هم مدين له الاريحيه ان احنا اهو في ثلاثه اجانب شيلهم وحط اي حد، ده حقه، ان الراجل عاوز كواليتي معين لنوع معين، كل واحد جايب لعيبه لنوع معين ليه حته معينه. اتمنى بكره ان رمضان صبحي يجيب جون، احنا كلنا في انتظار الهدف، يعني احنا مش محتاجين اي حاجه غير ان رمضان صبحي يجيب الهدف بعد كده تفتح معاه، لكن لعب رمضان صبحي احنا عارفينه، الاداء اللي بيلعب بيه رمضان صبحي احنا عارفينه، كل اللي هو بيعمله رمضان صبحي احنا عارفينه.
هيلعب مره اتنين تلاته لحد ما نجيب الهدف وان كلنا نبقى وراه. اهم حاجه ان شاء الله احنا نكسب بكره. انا مش هفكر في الاداء بعد كده، مش هفضل اقول لك والله الاداء حلو واحنا كنا المفروض نقطع ونقطع. مش عايز، انا مش عايز كل الاداء لحد بعد شهر فبراير، يعني حتى الشهر الجاي ده كله بكل المباريات اللي فيه المهم نكسب نجمع نقط، عشان في شامم ريحه زفره في الدوري، في ناس بتهد وفي ناس عايزه تبوظ كل حاجه لمصلحه ناس تانية. لازم نكسب، لازم نكسب، لان العك ده هيستمر، وبما ان العك ده هيستمر الصح ان انت تكسب احسن ما تلعب، لان المكسب هو اللي بيسكت الناس. يا فرحتي ان انا العب 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 وفي الاخر اخسر، لا مش عايز كده، لازم اكسب وبس. تمام، ان شاء الله نقدر نلعب بكره ونكسب بكره بغض النظر عن الاداء، لان ده نقطه مهمه جدا ان انت توصل للنقطه السابعه، وبعد كده تشوف بقى الاتحاد الليبي، بعد كده ترجع تاني تكمل بقى الدوري ماتش ورا ماتش ورا ماتش. تمام، نشوف بقى اسئله. سعيد محمود بيقول محمود وادي فين؟ موجود محمود وادي، والله العظيم هيلعب، والله العظيم كلامي ما هيتغير فيه. محمود وادي صفقه تاريخيه لنادي بيراميدز، ومهاجم ممتاز لنادي بيراميدز، وهيبقى ليه دور كبير جدا في نادي بيراميدز. المهم الوقت، انت ممكن تلعب محمود وادي مباراه، ممكن تلعب محمود وادي الشوط الثاني، ممكن تلاقي مباراه تنفع محمود وادي كلها على حسب. احنا لسه في 58 مباراه يا جماعه، وبعدين محمود وادي ده لسه عنده عقد، هو جون انتو ده هيكمل اكيد هيبقى عنده وقت يعني. تمام، يوسف بيقول لي انا اسف نسيت، ما اعرفش نسيت ايه يا عم يوسف. محمد زكريا طبعا حبيبي منور الدنيا. سعيد بيقول لي هل بيراميدز قادر على الفوز بالبطولات؟ باذن الله، باذن الله احنا قادرين نفوز على البطولات. ليه؟ عشان دي معلش نقطه مهمه، بس سيبك بقى من فكره الطموح والعبط والكلام العبيط اللي هم عايزين يطفشونا منه ده، لا احنا عندنا طموح غصب عنكم يا جماعه. حضرتك الطموح معناه ان انا عندي النيه والرغبه ان انا اكسب بطولات، مش طموح ان انا اغيظك مدغور في داهيه. هو انا مالي بيك؟ عشان بس الناس العبيطه اللي هم بيشجعوا الانديه التانيه اللي هي بيب بيب دي بتاع ظهرهم. يا جماعه الطموح ده معناه ان انا ليا رغبه وعندي حق ان انا اعمل المستحيل عشان اكسب بطولات، اجيب لعيب فلان اثنين ثلاثه، اهدك اهدك واخد اللعيبه كلها بتاعتك عشان انت ما انت عملت بطولات، انا كمان عايز اعمل بطولات. هتيجي امتى البطولات دي؟ هتيجي. مش ممكن احنا كل اللي احنا بنعمله في النادي والتطور اللي هيحصل في 2021 ولا هيبقى حاجه مذهله، وانا بقول لك اهو في راس السنه من دلوقتي ان هيبقى حاجه مذهله للي جاي، مش ممكن انا اعمل كل ده عشان احنا نقعد مع بعضيك واقعد اغيظ في نادي يعني؟ هو النادي ده هيقف علينا؟ هجيب البطولات، هجيب البطولات. انت دلوقتي بدات على طريق بتكمل الحاجات الناقصه. النهارده انت نزلت هاني سعيد للدكه 100 مره، قلنا ان احنا ما عندناش مدير كوره، انت جبت مدير الرياضي اللي سلطته اقوى، حطيته مع اللعيبه عشان اللعيبه تحس ان الاداره معاهم تحت. اتنين، بقينا نرد على الناس، اللعيبه بترد على الكلام، هاني سعيد بيطلع في الاعلام بيرد على الكلام، وعمر بسيونو بيطلع بيرد بقوه على الكلام. ده ما كانش موجود، احنا كنا بناخد على دماغنا ونسكت. دلوقتي بقت الناس تسمع صوتنا والناس تعترض، انا ليه انت ما لعبتش اهلي وزمالك؟ انا ليه بلعب في الاسماعيليه وانت ما بتلعبش؟ انا ليه بلعب في العباسيه وانت ما بتلعبش؟ انا ليه انت بتعملوا القايمه وانا ما بعملش؟ انت ليه بتفتحوا القيد عند ناس وناس ما بتفتحش؟ كل ده والناس مستغربه وتقول لك يا نهار ابيض، هو انتوا بتتكلموا؟ امال احنا ايه؟ بنكاكي؟ ما احنا معاكم في الدوري، بالعكس ده احنا منافسين. يعني انا من حقي كمنافس، وهقولها تاني، انا كمنافس للدوري يا اما اهلي والزمالك يلعبوا في الاستاد العباسيه والمقاولين والاتحاد السكندري والناس دي، يا انا ما العبش. انا ماليش دعوه باللي هاخد رابع خامس سادس والعالم دي، انا بتكلم انا كمنافس. انت بنفسك قلت احنا ثلاثه بننافس على الدوري، يبقى ناخد زي زيهم يا حبيبي. احنا عدينا اهو، وكل اللي كسب كسب، وجيت الاهلي والزمالك وما حد سمع اي حاجه واحنا ما فهمناش حاجه وعديناها لك، بس بعد كده ما ينفعش. تمام، فالطموح مهم لان هو ده اللي بيخلينا ناخد البطولات، باذن الله هنقدر ناخدها. محمد ابو ناصر بيقول لي رمضان صبحي شد حيلك. حمو حبيبي، حبيبي من اسكندريه، تحياتي ليك ولاخوك ولكل اسكندريه حبايبي. عمار بيقول لي مين الاجانب اللي هنجيبهم؟ بلاش نتكلم في الموضوع ده يا عمار، لان لسه يعني انا عارف في اتنين تلاته انا شفتهم واعرفهم، بس بلاش يعني ايه، خلي الموضوع ده لوقته. حمو تمام،
الفرعون بيقول ان شاء الله رمضان الماتشات الجايه هيرجع اقوى دواء هيضطر في كل مباراه اللي قبلها ان شاء الله. وبما اننا فتحنا موضوع رمضان وفي حد سالني هو ايه رايك في ان هم جابوا له دكتور نفساني، يا جماعه انا قلت والله انا ما اعرف ان النادي هيعمل كده، عشان بس ما تقولش انت بتتصلوا بالنادي وليك في الاداره، لا والله بس انا قلت رمضان صبحي يا جماعه عشان يخلص اللي يرجعوا بس لللايفات بتاعتي. رمضان صبحي محتاج دكتور نفساني عشان يعمل له ثلاث جمله من ثلاث كلمات: تعديل سلوك رياضي. ده مش جنان، انا بقولش ان رمضان صبحي اتجنن ولا خالص والله العظيم، بس دي حاجه اسمها تعديل سلوك رياضي. يعني ايه؟ يعني انا اسحب اللاعب من الضغوطات عشان اسحبه في اتموسفير وجو تاني عشان يقدر ينتج اللي انا طالبه منه. لازم نفهم من عبد الله السعيد غير رمضان صبحي، عشان العبيط مهيب لما كان جايب محمد عبد الجليل وكان جايب بشير التبعي والتلاته بيقطعوا في فروتنا، وده يقول لك اصل انتوا عايزين تبطلوا لعب، والتاني يقول لك طب ما هو عبد الله السعيد نزل. يا حبيبي عبد الله السعيد غير رمضان صبحي، هل انا زيك؟ هل اي حد فينا زي التاني؟ هل احنا كلنا لما اتحط في نفس الضغوطات بنعمل نفس التصرفات؟ ده علم نفس يا جماعه، انتوا مجانين، ده اسمه علم نفس رياضي. هل كل واحد بيتحط في نفس الضغوطات بيطلع بنفس ردود الافعال؟ اكيد لا. انت جبت لما عبد الله السعيد بعد ما لف اللفه دي كلها ونزل هبد الاهلي جون وعمل اسيست، تمام. انت دلوقتي جبت رمضان حطيته بنفس الضغوطات واكتر وطلعت عينه وطلعته كافر وطلعته مرتد وطلعته متنازل عن الجنسيه المصريه، وانت انتهيت من الكوره ولهبل اللي يقول لك اصل انت سبت رئاسه النادي، وعاوز من رمضان يبقى زي عبد الله؟ مستحيل يا جدعان. ولا السن ولا الشخصيه ولا الخبرات ولا السلوك ولا الطريقه ولا اي حاجه ما بين عبد الله ورمضان. العبيط اللي يقول لك ده زي ده اقول له انت اهبل. فين عبد الله في رمضان؟ عبد الله راح فنلندا وراح كاس العالم حتى نجيب بيراميدز، مش راح اهلي جده يا جدعان، ولا هو جاي من الاهلي على بيراميدز؟ عبد الله ابن النادي ولا ابن الاسماعيلي؟ ما هو بالعقل، هو احنا بنقارن وخلاص. اي واحد ماشي طالع من النادي الاهلي راح نادي بيراميدز، لا مش عارف ايه. طب ما احمد فتحي شغال، احمد فتحي راح من الاهلي لبيراميدز نفس الكلام، شريف اكرامي راح من الاهلي لبيراميدز. طب سؤال بقى معلش بالعقل كده، نفس اللي اتقال. لا هو جوز بنت هو نسيبه شريف اكرامي، ليه شريف اكرامي ناجح وبسم الله ما شاء الله نمسك الخشب حارس ممتاز وكل الناس بتتكلم فيه وانا رشح له انه هيرجع المنتخب قريب؟ فين ده وفين رمضان اللي لسه ما رجعش؟ لان ده شخصيه غير شخصيه، والعمر غير العمر، والخبرات غير الخبرات. انما في الاول وفي الاخر رمضان رمضان، مش بمزاجنا ولا غصب عنك وعن اي حد، رمضان رمضان، ومعروف رمضان بتفانيل حدوته هيعمل ايه. ففكره ان النادي راح قال الكلام صح الكلام غلط، بس فكره ان في دكتور نفساني ده مش غلط، دي سلوك رياضي. يعني حاجه انا بس بظبط السلوكيات عندك، ابعدك من الضغوطات واحطك في اتموسفير تاني عشان تقدر تنتج بس. انا لا قلت الراجل اتجنن ولا قلنا الهبل اللي انتوا بتقولوه ولا الناس بتاعته، لا خالص. ده موضوع بس يعني جلسه جلستين بس، وبعد كده هتلاقي رمضان مظبوط ومن هو ما كانش راضي والناس كلها ضغطت عليه عشان يعمل كده. طيب احمد خالد بيقول لي معلش في السؤال، انت كراجل بتشجع بيراميدز بتشجعه ليه ومن امتى؟ يا بشجعه من امتى؟ والله تقريبا من ايام الحمله الفرنسيه على مصر تقريبا، او قبلها بعدها مش عارف. يا ابني انا بشجع بيراميدز من بالجد بقى بجد، من وقت مع محمود الاسيوطي طلع مع ابراهيم فايق في قناه دي ام سي سبورت، اول ما قال انا هبيع النادي لمستثمر وانا زهقت من النادي، وكان في كلام ان تركي الشيخ بعد ما زعل من النادي الاهلي واتقمصوا من بعض وهو هيشتري النادي، وبالمناسبه تركي الشيخ كان هيشتري الترسانه وهو في النادي الاهلي وهو عنده الفكره دي من الاول، فما ينفعش عشان الترسانه نادي حكومي، وبعد كده راح اشترى نادي بيراميدز. من وقتها وهم قالوا ان الاسيوطي هيبيع انا قلت ان هو ده النادي اللي انا هعمله. ليه؟ لان خليته زي ابني، اخترت الاسم معاهم، كل يوم كنا بندور اسم الاهرام، لا اسمه بيراميدز، لا اصل ما تسميش الاهرام عشان هو تبع شركه الاهرام، لا اصل ما تسميش بيراميدز عشان تبع مش عارف الكلام الاهبل ده. وابتدينا يوم ورا يوم ولعيب ورا لعيب والناس وتعرفنا عليهم وابتدينا نشجعهم. فده من قبل ما يبتدي وانا بشجع نادي بيراميدز. موقف حمودي ايه؟ يا ريت يمشي. والنبي النبي محمد زكريا لو تعرف حد قول لهم يمشوه. محمد زكريا بيقول لي موقف حمودي ايه؟ والنبي يمشي.
والله العظيم انا ما عايزه. حلو وحش انا مش حاسس ان هو لاعب بيراميدز. انت هي انا مش دعوه بلعبه دلوقتي، انا بتكلم انا مش حاسس ان محمود حمودي، ان حمودي ده لعب معانا ولا لعب في بيراميدز، ولا الانستجرام بتاعه ولا التويتر بتاعه ولا اي حاجه في اي حاجه تقول ان ده لاعب بيراميدز. ده جاي كده كل البوستات بتاعته الاهلي الاهلي الاهلي. طب يا حبيبي روح يا بابا، انت جاي معانا ليه؟ بالسلامه يا بابا، مفيش اي مشكله، انا عمري ما هزعل يعني. محمد زكريا بيقول هل في صفقات في يناير؟ اه من الصفقات الجديده لسه شويه. حمو بيقول احنا اسياد العالم فعلا. احمد خالد حمزه بالتريا بيقول له الطموح، طبعا الطموح. يوسف سيد ابو النجا بيقول لي بيراميدز هات جات لعيبه جديده من موسم جديد ولا لا؟ اكيد هنجيب طبعا. عمار بيقول لي عندنا عماد ميهوب هيكون نجم الجناح شغال في بيراميدز افريقيا مواليد 2001، ده امبارح فاز على اسماعيلي لوحده وده ابن النادي. موضوع الناشئين مش دلوقتي، للمره المليون. احنا لا شفنا محمود صابر، ابراهيم عادل ما رجعش، هنرجع كريم الطيب السنه الجايه. وانا اعرف ان في لعيبه من تحت كويسين جدا، بس عشان احنا ناخد الخطوه دي احنا محتاجين نحط ايدينا على الارض ثابته عشان تقول بسم الله الرحمن الرحيم احنا هنفتح في الناشئين ونطلع ونعمل الكلام ده. ده الاجواء اللي احنا فيها دي لسه بدري عليها قوي يا عمار، لكن الناس دي موجوده. احمد خالد حمزه بيقول الطموح ماله، الطموح زي الفل يا حبيبي باذن الله زي الفل. حمو بيقول هو فعلا بطولي دكتور نفساني فعلا؟ لا يابا مش دكتور نفساني يا جدعان، اسمه دكتور تعديل سلوك رياضي، مش دكتور. هو اتجنن الراجل ما حصلوش حاجه، هي قصه بس ان لو انت محتاج تبعد شويه من الضغوطات. عشان كده انا عايز اقول لكم بس في جمله قالها شريف اكرامي برافو عليه فيها، بس دي عشان اوريك بس فرق الخبرات. شريف اكرامي لما قالوا له الضغوطات والانترنت ومش عارف ايه، قال لهم جمله واحده، ان السوشيال ميديا عالم كذاب افتراضي ليس له ارض من الواقع. يعني انا كشريف اكرامي وخبراتي بتقول ان انا اكبر من ان انا اقعد ادور على مين قال ومين عاد ومين لت ومين عجن والكلام ده. لكن رمضان صبحي لسه محتاج وقت، وده شيء طبيعي يعني. تمام، ايه مشاريع بيراميدز قادمه؟ كتير قوي. خلينا الاول نقول الموقع ان هيبقى قريب جدا، وبعدين هنخش على الابلكيشن اللي في ناس بتقول لا مش مهم ومش مهم، لا مهم. وبعدين هنخش على حكايه القناه ومش القناه دي لسه شويه. بعد الابلكيشن هنبتدي بقى موضوع الاكاديميات اللي هتبقى موجوده باسمنا، عشان يبقى لينا قاعده ناشئين، قاعده من الناشئين كتيره. موضوع المدينه الرياضيه دي اعتقد انه لسه شويه، لان انت هتقف لان تشوف العاصمه الاول، يعني لسه في حاجات كتير قوي. همو بيقول لي ايه رايك في الاداء بتاع الفريق مع اروى برينا؟ لسه بس انا يعني بص، اخر مباراه بتاع سيراميكا دي انا عجبني فيها الشق الدفاعي جدا جدا. انا اول مره اشوف مدرب مسك بيراميدز مش فاتح صدره قوي، انت فاهم يعني. انا خد احنا من الاول مدرب خالص احنا كنا فاتحين لله وللوطن يعني، عارف انت ايه وخلاص. حتى حسام حسن لما جه برغم ان هو ما خسرش ولا مباراه الا انه كان فاتح يعني، ايه يعني اضربك وخلاص. والدليل ان هو فتح قدام الاهلي وتلبى على عين اربعه، برغم ان كابتن حسام حسن احسن مدرب في مصر، هيفضل من الماضي والحاضر والمستقبل احسن مدرب في مصر. بس لما بتفتح مع كابتن حسام بتفتح للاخر. يعني هو لو كان كابتن حسام ماسك بيراميدز فتح قدام الاهلي ما كانش اتغلب اربعه، انا عارف، لكن الكواليتي اللعيبه اللي معاه ما فرقش معاه. تمام تمام مضحك عم متولي بيقول لي عمر جابر مش عاوزينه يغور في داهيه. لا يا راجل، عمر جابر برضه ليه دور، لا مش هننكر حق الراجل. لا عمر جابر انا فاهم ان في ناس كتيره مش عايزه عمر جابر، وانا ما مش عارف يعني، انا بحترم رايكم جدا طبعا في ان انتوا عايزين حد مش عايزين حد، بس عمر جابر ليه دور. هو مش من الايه، انا فاهم انتوا مش حاسين ان هو عنده الحميه للنادي يعني، بيلعب ببرود كده يعني انت فاهم، بس ده طبع عمر جابر. هو في الزمالك كان كده يعني، هو زملكاوي كل حاجه، هو في الزمالك كان كده، كان يعني ايه ماشي، انا بقى كسبت خسرت مش هعيط. بس في اوقات كتير عمر جابر بيلعب حميه وبيلعب اداء وبيأدي الادوار بتاعته، بس هو برضو انا خليني عشان اكون برضو منصف، عمر جابر هو ما بيلعبش في مكانه يا جماعه للمره المليون، وربنا عمر جابر بيلعب باك يمين مش خط نص. انا لو حطه في المكان ده ظلم اقسم بربنا، مش ممكن انت جايب واحد والدليل ان انت لما حطيت احمد فتحي مكان عمر جابر، احمد فتحي لوحده احمد توفيق لوحده ضلم في النص،
في دونكا، ما فيش دونكا، في احمد توفيق يا جماعه. تخيل انت، لان انت ظبطت، انت وديت احمد توفيق لمكانه اللي ربنا خلقه فيه وبيلعب عليه، هترجع انت بس ببساطه كده عمر جابر باك يمين والدنيا هتظبط مع عمر جابر. انا فاهم ان انت عشان في احمد فتحي مش هتلعب، بس اتمنى ان حد يفهم الكلام ده، انك تقلب اللعبه دي. طيب الموضوع اللي بعد كده عاوز اتكلم فيه، في شويه الهبل اللي حصلوا الايام اللي فاتت من اتحاد الكوره. معلش يا جماعه، ازاي اتحاد كوره يطلب الانديه يقول لهم مساء الخير تعالوا انا هلغي الفار؟ نعم معلش، فار ايه اللي هيتلغي؟ يعني ايه انت تيجي بالانديه تقول لهم ازيكم يا جماعه مساء الخير انا هلغي الفار؟ ليه يا حبيبي تلغي الفار؟ يقول لك اولا اصل العربيات اللي محطوط عليها الفار قديمه. يا سلام. وقال ايه؟ اصل الخط بتاع الاوفسايد ما بيبانش. يا ولد عرفتك انا كده. وقال ايه؟ اصل العقود اللي اتعملت بيها غير سليمه. اقول لك على حاجه كمان، احنا هنلغي الشعار اللي هو بتاع ابو الهول الاحمر ده. اقول لك على حاجه كمان، هاتوا الكور عشان احنا الكره الموحده دي هنرميها في الشارع وهنجيب سكينه نقطعها وكل واحد يجيب كره من عند بيتهم ويكتب عليها بالقلم الجاف ان هو تبعه. ايه ده؟ ما تقفل الكوره احسن، الغي الدوري كله، شيل الدوري ارميها خالص واقفله وقول لهم السلام عليكم. ازاي يعني اتحاد الكوره بيعمل كده؟ انت تجيب الانديه تقول لها هنلغي الفار بدل ما تحسنه. وبعدين يعني ايه واحد صحفي يطلع في النت يقول لهم يا جماعه الانديه كلها رافضه الفار ما عدا النادي الاهلي؟ انت عرفت منين؟ عرفت منين ان النادي الاهلي بس هو اللي موافق ان احنا نلغي الفار والباقي مش موافق؟ يعني في نادي عاقل بعد ما ربنا رزقنا باي نشمينا ريحه العداله يقول لا لا انا موافق مش عايز الفار؟ ليه؟ ليه؟ وليه توقع ما بين الناس؟ وازاي اتحاد الكوره مؤقت مش مؤقت هنا بوريدا جايبه سبوبه على ما يجي يقول الكلام ده؟ يعني ايه انا اروح اقول للانديه السلام عليكم روحوا الغوا الفار يا جماعه وهاتوا الكور اللي عندكم واحنا شلنا الشعار؟ ما تقول لهم ما فيش دوري احسن، قول لهم روحوا موتوا. ازاي يعني احمد مجاهد ده بيفكر ازاي؟ حطها ازاي في دماغه دي؟ وازاي يا جماعه انتوا مش عارفين تعملوا جدول؟ لا اصبروا شويه، لا هنفتح، لا هنقفل، لا هنشيل، لا يعني انتوا واحد ماشي وعمل حاجه وبعدين جاي بتقول لك مساء الخير احنا هنعمل لكم رابطه الانديه. انا عندي سؤال واحد بس، انا عندي سؤال بسيط جدا، هل انت تضمن لي ان احنا لما نعمل رابطه الانديه اللي هتبقى مستقله عن اتحاد الكوره وملهاش دعوه باتحاد الكوره، هل مش هيجي اتحاد الكوره يروح حاطط لك اتنين تلاته جوه اللجنه عشان يهبدوها؟ احنا كنا بنعمل الرابطه دي واحنا كنا خايفين ان مرتضى يبقى رئيس الرابطه ويهدها. ما فيش مرتضى، يعني احنا كلنا هنبقى واحد على الترابيزه. والنقطه تانيه، ما دام هنعمل رابطه يبقى لازم بيراميدز يكون ليه دور مهم في الرابطه دي، مش تحصيل حاصل. احنا مش جايين نقف نقول اه امين امين صح صح غلط، لا يا حبيبي، احنا لازم نكون من الناس المؤسسين واللي ليهم دور ان يتقال اه ويتقال لا. احنا مش كومبارسات قاعدين، احنا ناس بقينا من اقوى الفرق اللي موجوده في مصر غصب عنكم، ومن اغنى الفرق اللي موجوده في مصر غصب عنكم، وبنمثل مصر في الكونفدراليه غصب عنكم. فما دام عملنا كده يبقى لازم يكون لينا دور في الرابطه اللي هتتعمل دي. تتعمل بقى نحط رئيس وعليه 3 4 تحتيه، مش دعوه الكلام ده، او مش مهم ان بيراميدز يبقى رئيس، المهم يكون ليه دور. ما نقومش النوم نلاقي ان الرابطه حطت قرار ضدنا واحنا مش عارفين ولا دافعنا عن نفسنا ولا عرفنا ايه اللي حصل. ما ينفعش، ما ينفعش كده خالص. انت هتعمل رابطه يبقى لازم تحدد للناس انت هتعمل الرابطه دي ليه، واساسها ايه، وبدايتها ايه، واخرها ايه، واحنا دورنا ايه. ده واحد بالنسبه للرابطه. اتنين، مفيش حاجه اسمها فار يتلغي، لان ببساطه هتلغي الفار يديني حق ان انا اجيب حكام اجانب، وما دام هجيب حكام اجانب انا بقى هجيب حكام اجانب حتى لو هلعب ماتش ودي. فانت مش هتلغي الفار ومش هجيب لي حكام اجانب، يعني انت بتظبطها النادي. عشان كده كلهم جم قالوا له لا طبعا، وبعدين ندفع معاك اللي احنا من مش هو عمرو الجنايني قال انا دافع يا جدعان وعدائي ويهمكوش وانا مأجرها سنه ولا سنتين ودافع فلوس السنتين 3 مليون دولار ودافع لكم الموسمين؟ يعني ايه يجي واحد اسمه احمد مجاهد يقول لك انت جايب عربيه 2000 كيلو يا ابني؟ انا ليا الجهاز اللي جوه العربيه، انا مالي بالعربيه؟ يعني انتوا بتتلككوا تلكيكات فارغه الصراحه، وبلاش اتحاد الكوره يعمل الحاجات دي لان ده غلط. هي ماشيه بالعافيه،
وعكينا واجلنا المباريات. وما يا جدعان الملف الفساد ده هيتفتح مش هيتقفل، ده انا عامل ملف كده صغير في الصفحه بتاعتي هنا بتاع بيراميدز اف سي نيوز بتاع سيتي مصر، فيها ملف الفساد. احنا في الاسبوع الرابع انا عامل 3 ملفات، وان شاء الله لما نوصل للاسبوع ال30 هيبقى ايه؟ وازاي في الدوري بيمشي كده في العالم؟ ده غلط وده صح وده غلط وده صح. اذا كان انا بالفار وانت مضيع عليا 5 نقط، امال من غير الفار هتنزلنا درجه تانيه بقى. ما ينفعش ما ينفعش خالص اللي بيتعمل ده. فانا شايف كده ان في عك وفي ناس بتعك، والعك ده ما ينفعش. احنا ما صدقنا عايزينها تمشي. ده لو هي مشيت وما جاش وزير الشباب والرياضه طربقها وقال ايه؟ انا مش عاوز. تمام؟ حمو بيقول لي فعلا انذار خط الدفاع في مباراه سيراميكا كان نقطه تحول في اداء الفريق. فعلا كلمه السير احمد سامي. طبعا احمد سامي، انا وبالمناسبه انا كلامي اللي فاتت سجلته لوحدي بعته للكابتن احمد سامي على صفحته وعجبه، لان هو في عمار بيقول لي احمد عايز المحلل الاهلاوي من مدح بيراميدز في ماتش الزمالك هددوه ورجع قال بيراميدز مستواه زفت مع السيراميكا. لا هو الراجل قال اللي هو شاف، هو فاكر ان احنا هنفضل فاتحين بس ايه، هنفضل نهاجم 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 ونكسب. معاك، بس انا معلش انا في وقت لسه المدرب ما فهمش اللعيبه ولا اللعيبه فهمت المدرب، بس انا محتاج اكسب في نفس الوقت. هي اللي معادله صعبه شويه، اكسب وفي نفس الوقت افهم. فانهي الاولى، اكسب ولا افهم؟ لا اكسب، وفهم هيجي بعد كده. لا انا فرحت، انا ممكن انا طالما مدرب وراح اتغلب وكلهم يبقى الله برافو عليك والله لعبنا حلو، طب انت هتاخد الاخير هتعمل انت ايه؟ فانا اكسب اهم. محمد قلبي محتاج، محمد القلبي بيقول لي محتاج لاعبين اجانب في مستوى عالي خصوصا في وسط الملعب والارتكاز. والله اتمنى 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 اتمنى. يوسف سعيد بيقول لي المباراه بكره الساعه كام؟ بكره الساعه 5. محمد زكريا بيقول لي ممكن سالم الشمسي يبيع النادي ومش هينتهي. لا لا اسف، صعب قوي، الناس دي ما بتعملش كده. حمو بيقول لي والله ينظر كل الناس البيراميدزاويه اللي معانا اصحابنا جايين على عمرو جابر قوي، وهو اصلا مش عارفين انتوا اداؤه. والله انا عندي عمر جابر بيلعب محمود حماده اندونجا، وانا معاك يا نزار في حته ان عمر جابر ايه مش عارف، بس عمر جابر انا بقول لك ممتاز، وهي بس الناس مش فاهمه ليه لعبه. بس محمد زكريا بيقول لي تفتكر موارد بيراميدز الماديه هتفضل قويه؟ اه هتفضل قويه، معلش هتفضل قويه وقويه جدا كمان، وهتعلى اكتر من كده كمان، يعني مش هتبقى كده بس، هتعلى اكتر من كده. ان شاء الله ان شاء الله نكسب بكره، باذن الله نكسب بكره، وان شاء الله السنه اللي فاتت اللي هي 2000 احنا فيها 2020 زي ما وصلنا النهائي الكونفدراليه وطلعونا من الكاس وخدنا المركز الثالث، ان شاء الله 2021 دي هتبقى سنه جميله علينا كلنا، ونقدر نحقق بيها كل اللي احنا عايزينه ونكسب البطولات. بغض النظر عن ان صدق المنجمون ولو كذبوا، ان اللي طلعت مع عمرو اديب وقالت ان كارت بيراميدز هو اللي هيكسب الدوري، انا طبعا ما بامنش بالحاجات دي، لان الفوز بالاجتهاد وبالعمل مش بالسحر ولا بالشعوذه ولا بالهجس اللي هم بيقولوه ده. احنا بس نعمل اللي علينا وباذن الله ربنا هيكرمنا. انا بشكركم جدا جدا جدا. هابي نيو يير، بون انيفي، فيلا سانا نويفا، شكرا وكل سنه وانتم طيبين عليكم كلكم، وكان كل سنه وانتم طيبين لكل جماهير نادي بيراميدز ولاعبين نادي بيراميدز بكل اللغات اللي موجوده اللي احنا بنتكلم بيها في نادي بيراميدز، الاربع لغات العربي والانجليزي والفرنساوي والاسباني. وان شاء الله اشوفكم في اللايف بعد بكره، بكره مباراه وبعدين بعد بكره هنطلع بقى نتكلم عن المباراه باذن الله. شكرا ليكم، اشوفكم الحلقه الجايه، مع السلامه.